يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم في من يتهم دعوة الإمامين الجليلين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، يتهمهما بالتشدد والغلو في التكفير خصوصا في هذه الأيام، وكيف يرد عليه؟ يرد عليه بأن هذا جاهل أو مغرض، يثبت لنا، نتحداه أنه يثبت لنا من كلام الشيخين الغلو والتكفير، يثبت لنا هذا، يبين لنا، يقول بالكتاب الفلاني الكلام الفلاني. أما أن الشيخين لم يقول إلا ما قاله الله ورسوله، ما قال إلا ما قاله الله ورسوله، من حكم الله أو رسوله بكفره كفره، وهذا يكفره جميع العالم، الذي حكم الله بكفره ما أحد يقول بإسلامه أبدا، الذي كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول بأنه مسلم، وهذا ما عليه الشيخان رحمهم الله، لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله، وهم أبعد الناس ولله الحمد، أبعد الناس عن التكفير بدون حق أو التفسيق أو التبديع، لأنهم يتكلمون بعلم وضوابط علمية، أو يتكلمون بهوى أو بجهل مثل ما يفعل كثير من المتعالمين والحزبيين في وقتنا الحاضر، لا، يتكلمون بعلم، علم ونية صالحة، تقوى وورع. فهل يتهم الشيخان؟ نتحداه أنه يبرز لنا نص من نص الشيخين أنه يكفر بغير حق بغير دليل. نعم.